بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين لنُدخِلَنَّهُم في الصالحين
إِذْ
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا
قل إنما الآية
ولم يكفهم أن
وهو السميع العليم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب
وَإِنَّ اللَّهَ